رح نبلش بمحطتنا التالية ليا، ويمكن كنا عم نحكي من فترة عن الأولاد الصغار والدلع، وقديش فعلا بتتعذب الأم اللي بيكون الطفل كتير مدلع أنه تعرف إذا هو عم يحكي صح ولا عم يتغنج. مزبوط ولا لا؟ صح. يمكن بهي الفترة نحن وكبار بنصير بنتغنج، أي بنصير بنقلده بنشجعه يمكن أحيانا على هي التصرفات. هي كلمة أو كلمتين أو ثلاثة ممكن يحكي فيهم بصعوبة، نفكر أنه هو عم يتدلع أو عم يتغنج وننبسط بهي الحالة، بس مع مرور الوقت ويمكن لما بيوصل لطفل لعمره الثلاث سنين هي الحالة ممكن تطلع حالة مرضية ونصير قدام مشكلة كبيرة وعلاجها يمكن يصير أصعب. كيف بتقدر الأم تميز أنه ابنها عنده مشكلة بصعوبة النطق وكيف ممكن تتعامل معه؟ كل هاي الأسئلة رح جاوبنا عليها طبعا ضيفتنا لليوم ولاء الحسن، اختصاصية بمجال تقويم الكلام وعلاج النطق عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني عم نشوف بالوقت الأخير كتير 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 الأولاد، يعني ما في بيت ما فيه ولد أو حدا بيعرف ولد أنه هو تأخر ليحكي، أنه هو صار يحكي بس ما عم يعرف يركب جمال، أنه هو عم يتأتأ، أنه هو. خلينا نعرف أيمت هي المشكلة أنه هي بتكون مرضية وأيمت أنه هي لأ بعد شوي بصير أحسن. تمام. هلأ فعلا هي صار المشكلة كتير شائعة يعني بين الأطفال وبعمر، يعني عم نشوف عم يمرق وقت منيح حتى الأهالي إذا تكتشف أنه مثلا ابنه متأخر. طبعا هنا بيعتمدوا على المقولات القديمه انه معلش تركيه مع الوقت بيحكي، الاقارب ممكن يقولوا حكيت تمام تاخرت. هلا هذا الحكي ما مبرر ولا منطقي، خصوصا نحن هلا اليوم بتطور، فنحن الفكره انه نحن لازم نكشف كثير بكير على الطفل انه هو فعلا متاخر ولا لا. هلا نحن اذا بدنا نقول كتاخر واضح، لما بيكون طفل انهى السنه الثانيه من عمره وهو لساته ما عم يحكي او كلماته كثير قليله، فهذا اكيد عنده مشاكل واكيد عنده تاخر لغوي. فالهون الام بدها تكون واضحة، تعرف شو مشكلة ابنها، ما تستنى انه هو مع الوقت ممكن يحكي. تمام. اليوم اعتماد الطفل على انه يحكي مفروض يكون عنده مخزون لغوي كبير، وطبعا قبل مهارات اللغة نحن لازم يكون الطفل عنده قدرة للتواصل ولفهم الكلام. اليوم اي شخص اليوم بده يحكي المفروض يفهم اللغة اللي بده يحكي فيها. فهون بتكون المؤشرات اللي قبل عمر السنتين، انه يا ترى هذا الولد لما انا بقول له مثلا جيب لي كاسة، جيب لي صحن، افتح الباب، هو عم ينفذ هي الاوامر، هو عم يفهم شو انا عم بطلب منه. فهون دائما بتسبق مرحلة انتاج الكلام هو اللغة الاستقبالية اللي هو فهم الكلام. فبدها تكون على معلومة كاملة انه هي لازم تعرف انه ابنها بيفهم عليها شو عم تحكي معه. بنفس الوقت هو مهارات التواصل، هذا الطفل بيتواصل، بيطلب، بيعبر عن احتياجاته بأي طريقة، بالإشارة، بالسحب، بكلمة بسيطة، بحرف من صوت هي الكلمة، من هي الكلمة. لازم تعرف انه عنده مهارات التواصل. هلا نحن احيانا نعم كثير عم نشوف هذا كلاته قبل السنتين، يعني قبل السنتين المفروض تظهر على الطفل مهارات التواصل، مهارات فهم الكلام. وطبعا نحن بنقول عمر السنة ونص الطفل قادر يفهم قريب 50 كلمة. طبعا بعمر السنة وعمر احيانا ابكر من هيك بلش الطفل بيطلع كلمات وبلش بيستخدمهم، بس طبعا بتكون كلمات من مقاطع بسيطة مثل نيني، مثل بو، مثل ماما، مثل بابا، تيتا، هدول كلياتهم بصير بيقولهم الطفل. هلا كثير اليوم انا ما حاحكي كثير عن الحالات الخاصة اللي هنا من ذوي الاحتياجات الخاصة او هنا عنده مشاكل مثل التوحد او نقص السمع. نحن اليوم عم نركز اكثر لانه حكينا في قبل هالمرة عن هدول الحالات، فانا عم ركز اليوم على الاطفال اللي هن طبيعيين ما عندهم اي مشاكل لا سمعيه ولا اضطرابات مثلا نفسيه او شيء. كان بدي اسالك طبعاً عنه. نحن نحكي عن اطفال طبيعيين، بس كيف فيها تميز الام انه انا هلا ابني عنده مشكله فعلا بالنطق، مو هي مشكله بالتعامل. يعني في فرق اللي اوقات اللي بيكون مثلا عنده مشكله بالسمع او بشيء، حتى هذا ما بيكون كثير ظاهر احيانا للاهل. ممكن تعتبر انه هو الولد عم بيطنشها، ما عم بيرد عليها مثلا زعلان او شيء، ما بيخطر على باله انه هو فعلا ما عم يسمع. هي نحن هون نقول هلا احيانا مثل اضطراب التوحد كثير نحن بنبلش اول ظاهره الام تنتبه لانه بتنادي للولد ما بيسمعه، يعني بتنادي له باسمه اكثر من مره وبتكرر الاسم فبتفكر انه هو ما عم يسمعه، بتروح تعمل فحص السمع بتكتشف انه سمعه طبيعي بس لكن الطفل ما عم يستجيب. هون مشكله سلوكيه ثانيه، هون هو الطفل عنده مشاكل بالتواصل، هو الطفل ما بيتواصل، ما بيستجيب للاسم، ما بيستجيب لاي شيء من حواليه لاي امر. مشاكل نقص السمع اليوم كثير بنشوف حالات حتى خفيفه، بتلاقي الطفل بيحكي ولكن عنده اضطرابات نطقيه نحن بنسميها على مستوى الفونولوجي الاصوات.
فالطفل مو قادر يسمع بعض الاصوات فهو بيحاول يبدلها على صوت ثاني، فهون بصير عنده متأتأة، تشويه او ابدال او حذف. فهي من المشاكل اللي بتظهر اثناء كلمات هو عم يقولها بس هو ما عم ينطقها بطريقه صحيحه. هون نحن بنقول دغري بتعمل الام اختبار وفحص للسمع. اليوم اي اضطراب نطقي المفروض نحن، اي طفل عنده تاخر لغوي نطقي مشاكل بالكلام، نحن اكيد قولا واحدا عندنا فحص السمع، هو بيطمننا وبيخلينا نعرف انه هذا الطفل عم يسمع ولا لا. كثير في امهات بتقلي لانه فحصي السمع بتقول لك انا بعرف انه ابني عم يسمع، بدق الباب بيسمع. اوكي، دق الباب واصوات البيئيه قادر الطفل يسمع، بس اصوات الكلاميه ممكن ما توصل لنسبه السمع عنده صحيحه فبيشوهها وبيبدلها على شغلات ثانيه، اصوات ثانيه. فمشان هيك فحص السمع اليوم، المعوقه السمعيه هي كثير ضروريه بمرحله الطفل يعني عنده مشاكل بالكلام. تمام. بس انا اليوم بدي ركز اكثر على الحالات اللي هنا اطفال طبيعيين، مثل ما بديت الحلقه انه احنا في عندنا اليوم غنج دلع الاطفال عم ياخر الكلام وعم يعمل طفل خجول وكسول 100%. تمام. فاحيانا في اطفال من الخجل ما بتحب تحكي لانه تعودت انه مثلا دائما الام تجي بتصلح للولد الكلمه، فهو يصير طفل انه خجول ما بده يحكي، انه اقول هي الكلمه وبيتردد ما عاد بده يقولها وبيخجل بين الموجودين انه هو عم يخربط بالكلام، او مثلا طفل عنيد انه هو بده يعاند فصارت شغله سلوكيه. ف انا هدول عم ركز عنهم اكثر لانه هن احنا هلا بمرحله الروضه، كثير عم نشوف حالات واطفال هن طبيعيين بكل يعني ما عندهم اي مشاكل نمائيه ولا عندهم اي مثلا مشاكل عضويه، بس بتلاقي الطفل ما عم يحكي. يعني يوم بتقلك الام عمره 3 سنين ابني ولهلا كلامه ما انه واضح، ما انه مفهوم، جمله كثير صغيره قصيره، بيطلع مشوار بروح مثلا مع ابوه ما بيرجع بيقول لي شو عمل. اوكي، هو 3 سنين قادر اليوم يحكي لو انه جمله بسيطه من 3 كلمات، طفل اللي عمره سنتين قادر يحكي جمله طلبيه من كلمتين، تمام، وقادر يعبر. ففي مشكله اساسيه هون، حتى اللي عم يوصلوا عمر 5 سنين وصف الاول بتقول لك الام ما بعرف شو عمل اليوم مع بالمدرسه، بساله بجاوبني بكلمه، فهو ما عنده قدره على نقل الاحداث اللي هي بتصير خلال اليوم. هي دليل انه الطفل هون مو قصه ما بيتذكر، مخزونه اللغوي كثير ضعيف. يعني هن نحن نحكي اليوم شغلتين اساسيات بيحتاجها الطفل لحتى يحكي، هو المخزون يلي نحن بنعبيه وبنعتبر عقل الطفل مثل الوعاء، كل ما زدنا فيه الكلمات كل ما كان مدخول الطفل للكلمات اعلى. فاذا انا بعطيه 10 كلمات هو قادر يستخدم العشرة، لما بعطيه 5 هو قادر يستخدم 5. تمام. فالفكره نحن هذا الوعاء لازم يكون في بقلبه مسميات، في بقلبه كل شيء هو تعرض له الطفل. وبنفس الوقت التحفيز، دائما نحن مع المخزون اللغوي بنحتاج التحفيز. شو يعني التحفيز؟ يعني لما الطفل بيعرف اليوم اسم الحليب انه اسمه حليب، تمام، لما بيجي بيطلبه اسم بيختصره بيب، فالام بتفهم هون انت شو عملتي، انت هون وقفتي تطور الكلمه عند الطفل لانك دغري استجبتي له وفهمتي عليه، فهذا ما هو الصح. تمام. انت لازم تقولي له انه انا ما فهمت انت شو عم تطلب. تمام. هلا لما بيكون عمره صغير فانا بالعكس بشجعه انك انت عم تنطق من الكلمه على القليله صوت او صوتين، بس انا ما بقبل من طفل عمره 3 سنين يقول لي على الحليب بيب. تمام. فانا هون بدي احفز انه انا تصلح الكلمه، تمام، وبطريقه غير مباشره، اما انا بتجاهله او بعمل حالي ما فهمت ليحاول يجيب الكلمه صح، او بساعده بقول له اه انت بدك حليب، انه انا فهمانه انت شو الشيء اللي بدك اياه بس انا صلحت لك. تمام. هلا هون كتير غلط على فكرة أنه نطلب من الطفل أنه يعيده ونكرك عليه. حلو أنك أنت تقدمي له النموذج الصح من الكلمة لحتى هو يفهم أنه هو شو الكلمة الصح. مع الوقت هو حيستخدمه. فدائما نحن بنقول للأم أعطيه الكلمة الصح وبعدي على أنه تقولي له قول قول قول، لأنه صدقي هو ما رح يقول، هو بيهمه أنه يسمع مرة مرتين ثلاثة صح. ودائما الأم تحاول تفهمه أنه هي الكلمة اللي أنت خلطت فيها غلطت هي اسمها حليب، وانا فهمت عليك والمره الجايه حتحكيها صح. أوكي. هيك نحن بنساعد الطفل على انه ناخذ المسمى الصحيح. في شغله كمان انت تفضلتي فيها بالبدايه انه الكلام الطفولي اللي احنا البيبي توك هذول بيحكوا فيها لغه الاطفال، الام بتنبسط باول مرحله وبتصير بتقلده وبتحكي معه. صدقيني ما في نتيجه من هذا الكلام ابدا. نحن لما عم نختصر الكلام على الطفل فنحن عم ناخره لغويا. اليوم وبهذا الوضع وبالتطور اللي احنا عم نعيشه، وصراحه مستوى الاطفال اليوم عم تكون اعلى من الاطفال القدماء، وكيف كانوا تطورهم لازم يكون اعلى اسرع. تمام. فنحن لازم نقدم للطفل قد ما كان صغير الكلمه بالكلمه الصح. يمسك الموبايل هلا يشتغل. تمام. فيه تمام. شوف مهارات سنة ونص سنتين بيفتح الباسورد. تمام. يعني التكنولوجيا اليوم صارت كثير مهمه بحياه الطفل، الطفل ما عاد الطفل العادي. يمكن هي اكبر مشكله فينا نسقط عليها. تمام. النطق عند الاطفال هي الموبايل. التكنولوجيا. تمام. يمكن هي النقطه لانشغال الاهل لساعات طويله. تماما. الموبايل قد ايه هو يمكن بيوقف عائق بين النطق عند الاطفال، بين التركيز. تمام. بيصير عنده حاله من التأتأة، بيصير عنده. تمام. حاله نفسيه مشتته غير صحيحه،
وايضا بصير بيكتسب سلوكات عدوانيه لانه ما له مراقب شو عم يحضر. الامهات ما بتعترف في هذا الكلام، دائما عندها الحجه انه انا معلم الولد وعم حط له فيديوهات تعليميه، عم حط له الالوان، عم حط له الارقام. صراحه ما في فائده من هذا الكلام. انت اليوم حابه تعلمي ابنك الالوان، تمام، لازم تعلميه الالوان بس انت مو التلفزيون، لانه الطفل اليوم لما عم يتعلم اللون هو عم يتعلمه بالاسم، يعني هو عم يعرفه ككلمه، يعني بالنسبه له الاحمر هي كلمه، هو ما له مفهوم. تسالي بيقول لك احمر اخضر اصفر، تسالي شو هذا اللون ما بيعرف يدل، لانه هو ما ربط المفهوم مع الكلمه، هو حفظها ككلمه ومتابعين ورا بعض مثل الارقام، بيعد لك اياهم لانه سمعهم غنيه. بتفرح الام انه انا ابني بيعد، طب اساليه او قولي له اعطيني تفاحه واحده ما بيعطيكي. فانت كوني المعلم الاول، لا تعتمدوا على التلفزيون وعلى الموبايل وعلى اليوتيوب، تمام، هي اللي بتعلمه. حابه تعلمي الارقام، الوان، اشكال، دفتر والكتاب هن كلهم. هذا كمان كثير مهم انه الطفل يتعلم الاستجابه مع الصور. يعني اليوم الامهات الواعيين من بدايه بيكون الطفل عمره سنه، بتحطه قدامه بتفرجيه مثلا البوم العيله، بتقول له مين هاد، بصير بدل وينه بابا، بدل. كثير مهم انه الطفل يدل كمان لسه قبل ما يحكي، دقيق انه عم يفهم انه هذا ماما، هذا الاسم مين، اسم محمد مين، شو بيرمز بالحياة بالنسبة لك، اسم مثلا أخته. يعني هذا الشيء مهم، يدل الطفل، يأشر على المسميات. بتبلش تعلم الأم الطفل أنه يتفاعل مع الصورة اللي قدامه لحتى تطور مرحلة بكرة بصير بيمسك قصص، بتحاول تعلمه هدول الأفعال الشغلات عن طريق الصورة، ما تكون بالنسبة له رمز مجرد. حتى هدول المهارات اليوم لما عم تتطور عند الطفل عم تساعده بمرحلة الدراسة، المرحلة الأكاديمية. نحن اليوم بتأهيل الطفل بنعتمد كثير على انه نفهم الطفل شو يعني استجابه للصوره، انك انت تعالجها وتحللها بعقلك وتعرف شو هي، تمام. فهذا كله بيساعد، هي مهارات متكامله. بس اليوم كل ما كان الطفل مثل ما قلنا اعتماده اكثر على التكنولوجيا، بدون هذا الفهم فهو ما في اي فائده منه. اكيد. يعني بالمختصر قد ما تعبت الام مع الولد بهي السنين الاولى، قد ما جنت هذا الشيء وارتاحت بسنين عمره، هذن الاساسيات تماما، وارتاحت بسنين عمره كلها، ان كان مشاكل صحيه او حتى مشاكل نفسيه. بدنا نشكر وجودك معنا على كل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم.